السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم كما شفتوا في العنوان حملة للصلح ما بين احمد رجل اسماء ووالديه والعائلة ديالو واخته. دونك كيف ما كلشي كيعرف بالمشكل اللي وقع بيناتهم يعني مؤخرا، ومحاولة الصلح اللي حاولوا انهم يديروها بجوج بيهم يعني الطرفين، كسوسوا احمد واسماء او لا اخته. دونك كما سمعت في واحد الفيديو ديال اسماء انهم كانوا عوالين يمشيو، كان عوال احمد يعني ياخذ الوليدات، ياخذ بنياته ويمشي للمطار عند الوالدة ديالو والوالد، يتلقاهم هو ويديرها لهم مفاجأة ويطلب منهم يعني المسامحة ويتصالحوا. دونك كانت هذه هي هضرتهم في الفيديو ديالهم اللي داروا في الاخر على هذا الموضوع. ولكن نظرا للجواب ديال الاخت ديالو هذا، عاوتاني الموضوع تولى تعقد وتبدلت المجريات ديال الموضوع. دونك في هذا الفيديو هذا كاينين بعض القنوات المهم اللي اتفقنا بيناتنا انا وبعض الاخوات انه نديروا هذا الفيديو كاملين، يكون يعني كيهضر على نفس الموضوع ويكون لو تيتغ ديالو هو حمله للصلح بين احمد ووالديه. بغينا نديروا هاد فعل الخير، يمكن ما عرفتش واش غادي يجيب شي نتيجه يعني 100% ولا لا، ولكن اوموا نكونوا حاولنا نديروا هاد الخير هذا ونطلبوا منهم احنا كقنوات وكمتتبعين، لان احنا يلاه بادين. ولكن قبل ما نحلوا القنوات ديالنا، انا شخصيا كنت من المتتبعين ديال اسماء وكنت كنتفرج فيها ونبغيو لها الخير ليها ولراجلها ولعائلتها. المهم بغينا نديروا هذه المحاوله هذه وكنتمنوا ان شاء الله انها تكون ناجحه. كنظن غادي يكون الريح في لا فيديو، غادي تسمعوا الريح. المهم كنعتذر على لا كاليتي دو لا فوا. وفوالا هذا هو لو بوت ديال هاد لا فيديو، هو اننا كاملين باغيين احمد يمشي يتصالح مع والديه. الا كانوا باقيين ما رجعوش من فرنسا وكان يعني وبغى يدير هاد الفعل النبيل اللي خصو نورمالمون يديرو، يعني كلكسوا المشاكل اللي وقعت بينهم، هادوك تيبقاو والديه، خايبين او زوينين تيبقاو والديه. معليش المسامح كريم، كيف ما حنا كنغلطوا كنبغي الله يسمح لنا. دونك حتى حنا خصنا نكونوا متسامحين مع نفسنا مع عائلتنا مع الناس اللي تنعرفوا، ما فيها باس. الا كانوا باقيين ما رجعوش من فرنسا يمشي عندهم يستقبلهم، يعني يكمل على الفكره اللي كانت عنده، بالرغم من ينسى انه صيفط لهم وما بغاوش، ينسى داك الكلام اللي قال ليه الوالد ديالو، ينسى انهم ما خلصوش عليه، ما هادي داكشي كله. هذاك هي الشيطان ود الحرام، الا بقى كيفكر في هادشي هذاك غير الشيطان ود الحرام. ينسى داكشي، الوالدين ما يعني ما عندنا لين منهم، واخا كاع ما بغاوش يديروا له هذا، واخا ما عطاوهش النصيب ديالو، واخا ما شنو يكون وقع. معليش الا وصلكم هذا الفيديو، الا وصلك احمد هذا الفيديو، الا وصلك اسماء هذا الفيديو، نعلو الشيطان، نساو، سدو عينيكم، سدو ودنيكم لواحد اللحظه ونساو كل شيء، وخذ قرار انكم تمشيو تصالحوا مع والديه. انتي الا ما بغيتيش هذاك القرار تيرجع لك، كيف ما قلتي انتي في لا فيديو ديالك، انتي بنت الناس وكتبقاي بعيده، يعني الا ما بغيتيش بقاي بعيده في التقار. ولكن هو والديه هذوك ما عندوش كيفاش يدير يبقى بعيد، يدي بنياته معاه ويمشي يتصالح مع والديه. الدنيا والزمان هذه ما عرفش الانسان شكون السابق وشكون اللي غيبقى في هذه الدنيا، ودي فوا كيجيو واحد اللحظات يعني الانسان كيندم على بعض الحوايج وتيكون سي ترو طار، يعني فات الفوت، ما بقالوش الوقت فين يتراجع اولا ما بقالوش الوقت فين يصلح داكشي اللي ما قدرش يصلحو واحد النهار. فوالا هذه هي الرساله. وكما قلت غادي نعاود نذكر انه كاين مجموعه ديال الاخوات، مجموعه ديال القنوات اللي غيحطوا نفس الفيديو، اكيد ماشي نفس الهضره، لان هادشي انا ما كاتباهش وما مبريبارياهش باش يعني ما حافظاهش، ماشي قصه دابا كنعرض. حنا اتفقنا على الموضوع وخلينا الهضره تجي هكذاك سبونتاني، كل وحده يعني تقول الكلام اللي بغات واللي فكرت فيه واللي جابوا لها راسها.
ولكن اتفقنا على انه يكون الموضوع هو حملة الصلح ما بين احمد وعائلته. وفوالا كذلك الميساج غيمشي حتى لاختو الى وصلها. مهم كنقول لكم كاملين على الشيطان، الله ينعل الشيطان ويخزيه. الوالدين ديالو حتى هو ربما يطيح في يديهم الفيديو، حتى هما الى يعني الى جا عندكم يطلب منكم الصلح حاولوا يعني تكونوا متسامحين معاه، رغم يعني الكلام اللي قال، رغم ان يعني الاسرار ديالكم كلها دازت طلعت على اليوتيوب، وهذا حتى نتوما راه عندكم اليد في داكشي اللي وقع. دونك الحل الوحيد هو انكم تنساو كل شيء، تنساو الماضي، لان الا بقيتو تتفكروا في مازال وكتقولوا هو اللي غلط، هو تيقول نتوما اللي غلطين، راه ما غتوصلوش لواحد عفوا ما غتوصلوش لواحد النقطه ديال الواحد نقطة مشتركة، ما غتوصلوش للصلح وما غاديش الموضوع ما غيتنساش. يعني صافي الحل الوحيد هو النسيان، تنساو داكشي اللي فات، اللي غلط الله يسمح عليه، وتسامحوا بيناتكم. وهذا الشيء اللي كاين، كنتمنى هذه الرسالة ديالي توصل، يعني توصل لأصحاب الموضوع خصوصا، كنتمنى انها توصل للفيديو ديالي ولا الفيديو الاخوات اللي غيحطوه، كنتمنى انه يوصل ليهم، يوصل لهاد الناس، وكنتمنى انه يغير شي حاجه، كنتمنى انه تكون شي نتيجه يعني بسبب هاد الحمله اللي غادي نديرو. اكيد غادي تلقاو في اليوتيوب يعني بزاف القنوات اللي غادي تحط هاد الفيديو، وكنتمنى بالنسبه للناس اللي مهتمين بالموضوع انهم يبارطاجيوه. الى عجبتكم الفكره ما تنساوناش بالدعم، كنشكركم دائما على التتبع ديالكم، كنشكر يعني المتتابعين اللي هم اوفياء، واخا حنا باقيين عاد بدينا، ولكن واخا هكاك كاينه واحد الفئه صغيره اللي الحمد لله يعني كنشوفوها انه فاش كنحطوا شي فيديو كتشوف داك الفيديو هذا، كدير معنا واحد المجهود. انا كنشكركم كاملين من هذا المنبر، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق، وكنتمنى انكم تكونوا يعني اوفياء وتبقوا معنا في القناه وتكبر القناه بكم. الا كانوا عندكم اقتراحات او كتشوفوا بلي كاينين دي فيديو اللي كيعجبوكم اكثر من وحدين اخرين، ممكن تخليوا لي كومونتير باش نستافد من الاراء ديالكم. وكذلك نتوما ما تلقاو شي حاجه اللي كتبغيو تشوفوها ونيفيتيو حنا كاع داكشي اللي ما تعجبش الناس انهم يشوفوه الى اخره. كانت هذه هي الرساله ديالي في هذا الفيديو. مره اخرى كنتمنى يعني من كل قلبي ان شاء الله يا ربي الله يجمع شمل هذه العائله هذه، وكنتمنى ان شاء الله يعني تصفيو القلوب وتنساو هاد النزاعات اللي كانت من قبل، وتبداو صفحه جديده، واكيد غادي تكون بدايه خير ان شاء الله عليكم كاملين، لان الا تصالحتوا ونسيتوا الموضوع راه غتكونوا كطردوا الشيطان من بيناتكم، وربي ما غاديش يخيبكم. وان شاء الله وهاد الرساله ماشي صراحه ماشي غير الاسماء، يعني هذه رساله زوينه للناس كاملين، للجميع، يعني جميع العائلات اللي عندهم مشاكل هكا غير بيناتهم، بين الخوت، بين الوالدين، بين الوليدات والاباء ديالهم. هذه رساله زوينه، كنتمنى انها توصل للجميع، كنتمنى كاع العائلات ان شاء الله يا ربي تكون متصالحه، وتكون يكون واحد الجو عائلي بيناتهم، وما كاين علاش هاد الاحتكاكات وهاد صراحه هادشي كيضر في الخاطر. وفوالا كنشكركم بزاف مره اخرى، كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، كنتمنى الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم. على هذا الشيء غادي نقول لكم الى اللقاء، وغادي نعطيكم رونديفو في فيديو مقبل ان شاء الله.